بعد عملية الإفراج عن اللواء فيصل رجب، قالت جماعة الحوثي الإرهابية في مؤتمر صحفي أن عملية الإفراج جاءت بتوجيهات زعيم الميليشيا إكراما لوفد قبائل أبين. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي الإرهابية خلال المؤتمر الصحفي أن اسم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن صفقة التبادل المقبلة، وإنما جاءت إكراما لوفد القبائل من قبل زعيم الحوثيين حد وصفه، ناكرا في السياق كل الاتفاقيات السابقة منذ سنوات التي نكثت بها جماعته المرقة في الإفراج عن الأسرى من القيادات الجنوبية البارزة. وتأتي هذه الخطوة من قبل ميليشيات صنعاء لزرع الفتنة بين القبائل الجنوبية ووضع موطئ قدم لها من خلال المتواطئين مع هذه الجماعة المرقة في محافظات الجنوب. فيما أكد رئيس ملف الأسرى المفاوض العام عن الجنوب والساحل الغربي ياسر الحدي أنه تم تقديم اسم اللواء فيصل رجب في قائمة المفرج عنهم في عمان وسويسرا، وأن جماعة الحوثي رفضت القائمة بشكل كامل. وأضاف أنهم كانوا مستعدين للدفع بعملية الإفراج من خلال تقديم نحو 50 من أسرى الميليشيات المطلوبين من قبلهم مقابل الإفراج عن اللواء رجب وستة آخرين، إلا أن الميليشيات الحوثية واصلت وضع شروطها التعجيزية عندما تم تحديد البدلاء عن اللواء فيصل رجب ورفاقه. وأكد المفاوض العام عن الجنوب والساحل الغربي أن جماعة الحوثي بهذا الإفراج تسعى لخلق النعرات المناطقية في محافظات الجنوب على حساب الملف الإنساني في البلاد. إلى ذلك، قال رئيس فريق الحوار الجنوبي الخارجي أحمد عمر بن فريد أن اللقاء التشاوري الموسع المزمع عقده يوم الرابع من مايو يعتبر ثمرة أولى من ثمار الحوار الجنوبي، وهي محطة تاريخية في غاية الأهمية. وأوضح بن فريد خلال تصريح صحفي آلية السير الخاصة بالحوار الجنوبي خلال العامين الماضيين. أفادت مصادر عسكرية عن جرح جنديين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية استهدفت دورية عسكرية تتبع حملة سهام الشرق في منطقة البقيرة بمديرية موديا بمحافظة أبين. وتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف المركبة العسكرية التابعة لحملة سهام الشرق التي أطلقتها القوات الجنوبية لدحر عناصر الشر والإرهاب من محافظة أبين وشبوة. وتأتي هذه العمليات الغادرة ردا على القوات الجنوبية بعد دك معقل القاعدة في وادي عمران الذي يتخذه التنظيم الإرهابي وكرا رئيسيا له.